مشاهدي الكرام، واحد من الشباب حصل على الجوهرة الماسية، واحد حصل على الجوهرة الذهبية. اللي حصل لبيه يا صوت هذا دقيقة 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 بس. لا الحين كم باقي شباب؟ دقيقة، انتم كم واحد الان؟ 6. والله دقيقة الان كل المتسابقين معنا على الجسر، طحنا في الجسر عاد امورنا. ابو يارا خايف على المايكات يا سامي. طيب اللي حصل على الجوهرة الذهبية هو المشترك هل يا ترى راح تنقذه من النومينيه؟ هو عبد الله الشهراني. أجواء جميلة ممتعة شيقة، ردة فعل من المشترك عبد الله الشهراني لآخر فقرات النمونيه. يعني عبد الله تعال عبد الله معي بسرعة، سريع شباب. عبد الله، عبد الله طبعا ما شاء الله طلعت قصة الأسد. عبد الله الشهراني الكاميرا معك، لا تشخص خليك كذا. ألف مبروك حصولك على الجوهرة الذهبية، وش تقول للفريق الداعم لك بسرعة؟ الله يبيض وجيهكم. حلو. ولعنب ولا يمني فيكم. لا إله إلا الله. يمكم فيني. الله يبيض وجيهكم وأنتم وافين وجمهور وافي وظهر ومحزن مليان يشهد. تحية يا شباب. طيب. بيض الله وجيهم، بيض الله وجه كل من وقف معنا عشاني وعشانك. طيب.